السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، فعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات جلابة والقفطان المغربي. اليوم كيف العادة جبت لكم آخر ما كاين في القفطان المغربي، أنا موديلات راقية ورائحة. كنتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. إلي عجبكم الفيديو كيف العادة ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الإعجاب، زر لايك، كتشجيع لنا باش نبقاو إن شاء الله دائما نشارك معكم آخر الموديلات ديال القفطان والجلابة المغربية. كما كتشوفوا موديلات ديال التوب ديال التليجه، التليجه المبره والتليجه العاديه، يعني اخر ما كاين في القفطان المغربي لهاد السنه هذه. ما تنسوش كذلك تبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.